تعالوا نسمع بقى قداسة البابا كان بيتكلم ازاي عن موضوع الإدانة. يعني مثلا انا لما اتكلمت في موضوع لا تديني لكي لا تدانوا، ما تدينيش حد. طيب انا لما باجي اتكلم مثلا في موضوع ارد فيها على عظة سمعتها او ارد على حاجة خاطئة، لا ما تتكلميش، لا انت مين انت عشان تفهمي في اللاهوت، لا لا لا. ففي حاجات كتيرة جدا الناس فاهمها غلط لحد الآن، يا فاهمين وبيستعبطوا يا حاسين ان هما مش عايزين يفهموا. هو كده احنا ما نجيش ناحية الآباء الكهنة والأساقفة، انت مين انت عشان تتكلمي على الآباء الكهنة والأساقفة؟ يا جماعة يا جماعة، في حاجة اسمها انتشار البدع والهرطقات. احنا لو ما اتكلمناش يبقى هنسيب لهم المساحة فاضية، يبقى هتنتشر البدع والهرطقات. لازم الناس تعرف الفرق ما بين الصح والغلط، لازم الناس تعرف دلوقتي. معلش سوري، يعني البابا مش مخليهم يتكلموا في الأمور الإيمانية والعقائدية خالص، حتى البابا نفسه عمره ما عمل عظة في الأمور الإيمانية والعقائدية، عمره ما عمل عظة واحدة اتكلم فيها في الأمور الخلافات حتى ما بين الطوائف، ما اتكلمش خالص ما بين الخلافات ما بيننا وبين الكنائس الأخرى خالص، ما جابش سيرة. حتى الناس استغربت. يعني المفروض المسؤولية البطرق الأساسية الحفاظ على الإيمان الأرثوذكسي السليم. أنت قاعد على الكرسي المرقسي يبقى تحافظ على الإيمان الأرثوذكسي، ده مهمته الأساسية الحفاظ على الإيمان. الكنيسة المهمة الأساسية الأولى الحفاظ على إيمان الكنيسة، وبعد كده الأمور الرعوية. رقم اتنين الأمور الرعوية، رقم واحد الحفاظ على إيمان الكنيسة. نلاقي بقى بدع وهرطقات وناس عايز تخترق كنيستنا، وناس عايز تفرض آرائها على كنيستنا، وناس تقول إن كنيستكم كانت ماشية غلط، وناس وناس وناس. طب ليه يا جماعة؟ ليه بيحصل كده؟ أنا بتكلم بهدوء أهو خالص، ليه بيحصل كده؟ هل أنتوا عايزين اللي يعني الحاجات الخاطئة هي اللي تنتشر؟ ما هي ملهاش رد غير كده. لما نسكت يبقى ايه بقى اللي هيحصل بعد كده؟ فلازم نتكلم ولازم نقول ده الصح صح والغلط غلط. تعالوا نسمع قداسة البابا عشان ما اطولش عليكم، عشان العظة دي مهمة جدا جدا جدا، والحاجة المهمة قوي هقف فيها. طيب قداسة البابا شنودة الثالث بيقول ان في خطايا بعض الناس ظاهرة، زي مثلا واحد بيشتم، دي خطية هي وظاهرة، بيشتم قدام العلن قدام العام، ده بيشتم ظاهرة. في واحد بيسكر بيشرب، ده هو الخطية بتاعته دي اهي قدام العام، هو الخطية بتاعته ظاهرة، اسمها خطية ظاهرة. طيب بيقول تاني ان الناس بقى اللي هي بتفتكر التشهير ده يعتبر إدانة، أنا طبعا اللي بيتكلم في أمور شخصية إدانة طبعا، يبقى التشهير واللي بيتكلم في أمور شخصية ده إدانة. أنا معاه في ده جدا، اللي بيتكلم في أمور شخصية واللي بيتكلم في يعني حاجة مش أنت بتتكلم في إيه تعتبر إدانة. قال بقى إمتى لا تعتبر إدانة؟ إمتى بقى لما كلامك أنت لما تيجي تتكلم لا يعتبر إدانة؟ تعالوا بقى نشوف قال إيه في الحتة دي. امتى كلامك لا يعتبر إدانة؟ اسمعوا الحتة دي كويس، امتى كلامك انت لا يعتبر إدانة؟ مادام انت مش بتشتم،
مادام انت مش بتيجي في امور شخصيه، مادام انت مش بتهاجم حد كشخصه، كل دي ادانه. لكن امتى بقى يكون كلامك مش ادانه؟ تعالوا نسمع. لا تقبلوه في البيت، صح. البدع والهرطقات كان كل الآباء يدينها وكان كل الشعب يدينها. ده ايه؟ البدع والهرطقات. البدع والهرطقات كان الآباء يدينها وكان كل الشعب يدينها. كل الشعب، يعني انت لو شفت حاجة فيها بدع وهرطقات من حقك تتكلم، وده مش إدانة. دي ما تعتبرش إدانة. انت لو شفت بدع والهرطقات من حقك تتكلم، دي بقى مش اسمها إدانة. ده بيقول كمان ده انت من حقك تدين الملائكة. في اكتر من كده؟ لا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام. وقال على مثال، يعني جاب مثال شهود يهوه، قال دول بعيدين كل البعد عن الروح المسيحية اصلا. ده لو حد جالك من شهود يهوه لا ما تستقبلوش حتى في البيت ولا تقولوا له سلام. ده كان مش كلامنا احنا، ده كلام مين؟ ده كلام ربنا هو اللي قال كده. احنا هنكون احن عليهم من كلام ربنا؟ فهل لما لا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام ده تعتبر ادانه؟ لا مش ادانه، انت بتدافع، انت كده بتدافع. نكمل يا جماعه، نكمل. وكان ايه؟ كل واحد في الشعب يدينه، كل واحد في الشعب. من حقك ان تدين هؤلاء، من حقك ان تدين هؤلاء، من حقك انك تدين الفكر المنحرف. ياه، الفكر المنحرف. من حقك ان تدين الفكر الذي هو ضد الايمان السليم. من حقك، بل من واجبك انك تفعل هذا. من حقك ومن واجبك ان تدين الفكر المنحرف، ومن حقك ومن واجبك تدين الحاجات اللي هي ضد الإيمان السليم. حاجتين اتنين. قداسة البابا شنودة الثالث بيقول الشعب كله من حقه ان هو يدين الفكر المنحرف، ومن حقه يدين اي حاجة شايفها ان هو ضد الإيمان السليم. ده مين؟ ده البابا شنودة بيقول الشعب كله من حقه ان هو يتكلم. ولما بنيجي نتكلم لا، انتوا مأجورين، انتوا ممولين، انتوا ما بتفهموش حاجة، انتوا مش بتوع لاهوت، هو انت فاكر نفسك اثناسيوس الرسولي؟ لا يا جماعة، هذه مصطلحات خاطئة، عايزين يكتموا الافواه بهذه المصطلحات الخاطئة. من انت عشان انت تدين لا تدينوا لكي لا تدانوا، ورئيس
شعبك لا تقل فيه سوءا يا فندم، ما دام فيه ما فيش شتايم تتكلم بشكل محترم. اين السوء؟ اين السوء؟ هو انت لما تيجي تقول ان الاسقف الفلاني قال حاجه خاطئه او الاب الكاهن الفلاني قال حاجه خاطئه يبقى ده السوء؟ هو انت جيت في شخصه؟ انت ما جاش في شخصه، انت قلت الحاجه اللي بيقولها، قلت الحاجه اللي بيقولها. نكمل يا جماعه، نكمل. تدين بكل قوة وفي آيات تشجعك على كده. انت بقى هتلاقي الهراطقة يملوا البلد، الهراطقة بقى، وينشروا البدع والهرطقات بتاعهم، الأفكار المنحرفة بتاعتهم، وانت مش عارف ترد عليهم عشان بحجة لا تدينوا لكي لا تدانوا. هيقولوا لا يا حبيبي، البابا شنودة الثالث بيقولوا لا يا حبيبي، ده في آيات تساعدك انك تتكلم، آيات من الكتاب المقدس بيقولك اتكلم اتكلم، دافع عن ايمان كنيستك اتكلم، دي ما تعتبرش ادانه. ده مين؟ كلام البابا شنودة الثالث. نكمل يا جماعه. لا تشتركوا، لا تشتركوا في اعمال الظلمه، في اعمال أول آية في الكتاب المقدس، لا تشتركوا في أعمال الظلمة الغير مثمرة بل بالحري بكتوها. أنا بتكلم أهو آيات من الكتاب المقدس أهو يا جماعة. لا تشتركوا في أعمال الظلمة، يعني أنت لو شفت حاجة منحرفة أو في بدع وهرطقات أنت كده لو سكت عليها يبقى أنت بتشترك في أعمال الظلمة، بتشترك في هذه الأعمال الظلمة الغير مثمرة بل بالحري بكتوها، يعني اتكلموا ما تسكتوش عليها، اتكلموا بل بالحري بكتوها، بكتوا الناس دي، اقفوا قولوا لا الحاجات الخاطئة. السكوت يعني انت موافق موضوع لا تدينوا لكي لا تدينوا، دي لا غلط. نكمل. العالم انا بس بكتبها عشان انا بقيت بنسى. بيقول الباطل، في عندنا الباطل والحق، لما الباطل يكون واخد حريته على الاخر، الباطل واخد حريته على الاخر والحق واقف غلبان وصامت وواقف موقف سلبي، يبقى الباطل هيبلع العالم، الباطل هيبلع العالم. ما انت معاك الحق بس مسكين وغلبان وقاعد حط ايدك على خدك لا تدينه لكي لا تدانه، وانا مش هتكلم بقى وانا مسكين وغلبان وانا ما انت موافق بالصمت. ده انت كده هتديله فرصه ان الباطل ده هيبتلع العالم، لانه واخد حريته على الاخر، صوته عالي بيتكلم، صوته عالي وبيتكلم. لا ده انت لازم ترد، لانك انت اللي معاك الحق، اللي معاه الحق ده لازم يرد على الباطل، لانك لو سبت الباطل هيبتلع العالم، هيبتلع العالم. طبعا ده كلام مهم جدا يا جماعه، عشان كده لما بنيجي نتكلم احنا عارفين الحق فين والباطل فين، الحق موجود والباطل موجود، بس الحق المفروض يكون صوته اقوى وما يخافش ويصمت، لا صوته غلبان ومسكين وغلبان وما يقدرش يتكلم زي الباطل. ما بيقولك ايه؟ الباطل ده بيبقى عينه بجحه، الباطل ده بيشتم وبيبجح وعينه كده بجحة، ده الباطل، ده صوته الباطل، ممكن يتهم اتهامات باطلة، يتهمك كده وانت قاعد اتهامات باطلة لانه بجح. دايما صوت الباطل ده بيعمل اعمال شيطانية، اعمال خبيثة، اغراضه خبيثة، لكن صوت الحق ما بيعرفش يعمل اعمال ملتوية زيه. صوت الحق ده بيكون محترم، مش عارف يعمل الاعمال الملتوية دي،
بس للأسف صوت الباطل ده لو احنا سكتنا عليه هيبتلع العالم، هيبتلع العالم. عشان كده احنا لازم دورنا نتكلم. المجمع المقدس أرجوكم اطلعوا واتكلموا، في بدع وهرطقات كتيرة، اطلعوا واتكلموا، الدور عليكم، الدور عليكم. دلوقتي البابا بيجهز لمجموعة معينة تدير الكنيسة، دلوقتي في مجموعة أساقفة بعينها هي اللي هتدير الكنيسة. لو سكتوا على الكلام ده خلاص مبقاش لك وجود، مبقاش لك وجود. أي لو سمحتوا أعضاء المجمع المقدس اتحدوا كده وقعدوا مع بعض وشوفوا رأيكم ايه في الكلام اللي اتخذ في الآخر ده، هل انتم موافقين على الكلام ده ولا لا؟ نكمل. ليست هذه إدانة. خطية الإدانة وفي الإدانة العادية وفي الإدانة وخطية الإدانة. التشهير بالناس، تتكلم عن الناس، تتكلم عن الناس بالسوء، تتهم الناس اتهامات باطلة، دي كلها خطية إدانة. أنت لما تيجي تعمل تشهير بحد يبقى أنت بتعمل خطية إدانة. لما تيجي تعمل تتكلم عن الناس بالسوء، تتهمهم اتهامات باطلة، دي كلها خطايا إدانة. لما تشتم حد دي خطية إدانة. كل دي خطايا إدانة. لكن أنت بقى تعتبر الكلام ده مش إدانة؟ نسمع بقى. أنت بقى يعتبر كلامك مش إدانة؟ أنت بقى يعتبر كلامك مش إدانة؟ نسمع. وخطية الإدانة إنك أنت تدين شخص مش من سلطانك إنك تدين. لكن الإدانة التي ليست خطية هي الإدانة التي في السلطان، في سلطانك. يعني الأب والأم من حقهم يدينوا ابنهم. صح. غلط لازم تتصلح. المدرس في المدرسة من حقه أن يدين تلاميذه لأنهم تحت سلطان ويقول لهم أنتوا غلطانين ويقيمهم ويربيهم ويأدبهم. القاضي من حقه أن يدين لأن له سلطان أن يحكم. الحاسب الرئيس من حقه أن يدين لأنه لا يحمل السيف أبدا. الحمد لله. الإيمان والدفاع عن الإيمان اختصاص كل أحد في الدنيا. محدش يقولي بقى هو أنت عندك درس لاهوت، هو أنت مين أنت عشان تتكلمي في الإيمان، هو أنت تيجي واحد صفر على الشمال جنب مش عارفة أبونا مين ولا أسقف مين. من حق كل إنسان يدافع عن الإيمان. اسمعها الحتة دي تاني، حتة مهمة جدا. كل إنسان هنا ما تعتبرش خطية إدانة أبدا. إذا أنت دفعت عن الإيمان ما تعتبرش خطية إدانة. إذا دفعت عن الإيمان ما تعتبرش خطية إدانة. كل إنسان مطالب، كل إنسان مطالب إنه يدافع عن الإيمان. البابا شنودة بقى قال اللي يدافعوا عن الإيمان لازم يكون دردرسين لاهوت أو واخد كلية كريكية ولا حاجة؟ ما قالش كده خالص. قال كل إنسان مطالب إنه يدافع عن الإيمان. هو أنتوا ليه ما بتشوفوش العظة دي؟ بتلغوها ليه؟ كلام واضح وصريح أهو. كل إنسان مطالب الدفاع عن الإيمان. نكمل. إذا أنت شهدت للحق ما تعتبرش خطية إدانة. لو انت شفت كتاب
لو انت شفت كتاب وقريته ولقيت فيه بدع وهرطقات وضد الايمان، من حقك تتكلم عن الكتاب ده وتقول خلي بالكوا الكتاب ده فيه كذا وكذا، وتحذروا الناس من الكتاب ده، تحذروا الناس من الكتاب ده، تحذروا الناس من الكتاب ده اللي فيه البدع والهرطقات. من حقك دي، ما تعتبرش خطيئة إدانة. لما تسيب الكتب المنحرفة في الدنيا، أيوة، وانت خايف للدين، تقول لا تدين لكي لا تدان. لا يا حبيب، يبقى الآية مفهومة غلط. ولا انت تسيب الكتب المنحرفة تملى الدنيا، الكتب بقى اللي فيها بدع وهرطقات بقى تملى الدنيا، وانت قاعد تقول لا تدينوا لكي لا تدانوا. لا يا حبيبي، ما تعتبرش إدانة. البابا شنودة الثالث بيقول لا يا حبيبي، دي ما تعتبرش إدانة. اتكلم وقول ان الكتاب ده فيه أخطاء، واتكلم ودافع عن إيمان كنيستك. اتكلم من حقك. محدش بقى يقول أصل انت مش دارس لاهوت، أصل انت مش عارف الكتاب، انت هتعرف أحسن من الكاتب اللي كتب الكتاب ده، أسكف اللي كتبه. لا، من حق اي حد لو شايف بدع وهرطقات، ده الشعب بقى بيفهم كل حاجه، الشعب بقى بيفهم كل حاجه، بيفهم وبيبحث وبيدور. احنا في عصر مفتوح، مفيش حاجه اسمها ده بيعرف وده ما بيعرفش، كلنا بنعرف، كلنا عندنا عقل وبيفكر، كلنا بنبحث وبندور. مفيش حد يقول ده الاسقف ده ما حدش يراجع وراه مش هنبصر. لا، كلنا بنفكر وبنشوف ده بيقول ايه وده بيعمل ايه. ندان عن الصمت. فعلا المجمع المقدس كان بيصمت في حاجات كثيره جدا. احيانا هندان عن على الصمت ده، ما انت صمت يعني موافقه. انت لما بتيجي تسكت على الاوضاع الخاطئه اللي انت شايفها في الكنيسه عشان بتقول لا تدانوا لكي لا تدين لكي لا تدانوا، لو انت شفت الحاجات الخاطئه وسكت وصمت، دي خطيه، خطيه الصمت، لانك دي تعتبر موافقه على الحاجات الخاطئه، الحاجات المنحرفه. يبقى انت كده وافقت، وافقت بالصمت، وافقت بالصمت، يبقى انت كده وافقت بالصمت. يا جماعه الموضوع، يعني انا عايزه اقول لكم ان احنا داخلين على مرحله صعبه جدا.